أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وأن أخدم الصالح العام صاهرا على سيادة المغرب ووحدة ترابه ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قاهر الأعداء وفارس الدبلوماسية المغربية، هو مول المقص والمايسترو، هكذا يلقبه المغاربة، صاحب الإنجازات الكبيرة الذي أرعب الخصوم، وصاحب الابتسامة الهادئة التي تخفي خلفها دبلوماسياً شرساً من العيار الثقيل، لا يهادن في دفاعه عن المصالح العليا للمغرب، محطماً الرقم القياسي في افتتاح القنصليات بالصحراء المغربية، إذ لا يكاد ينتهي من تدشين واحدة في الدخلة حتى يشرع في قص شريط أخرى في العيون، بأعصاب باردة تدبر الأزمات الطارئة والملفات الشائكة، بل وحتى في مواجهة الأسئلة المستفزة لخصوم المغرب. الصحراء مغربية بالقانون، الصحراء مغربية بالتاريخ، الصحراء مغربية بالواقع، والصحراء مغربية اليوم بالاعتراف الدولي. دائما يضع أعصابه في الثلاجة، وكما يقول هو نفسه: أنا رجل الملفات الصعبة. في عهده عرفت الدبلوماسية المغربية وتيرة متسارعة من الحركة والانتصارات التي قضت مضاجع الخصوم من أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا، وكسبت المغرب لصالحه ملفات عمرت لعقود طويلة في الرفوف، حيث لعب فيها ابن مدينة تاونات أدواراً ريادية ومحورية في حل الصراعات والأزمات الإقليمية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية. تحركات بوريطة الرصينة التي زعزعت خصوم الوحدة الترابية جعلته نجماً فوق العادة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين لقبوه بقاهر المرتزقة، وعلقوا على صوره المختلفة بقول: تبغي تقول لي السلام عليكم، يقول لك بلا تنحل شي قنصلية في العيون ورد لك. الإنجازات العلمية وشهاداته الدراسية بالإضافة إلى ذكائه وسرعة البديهة التي يشهد بها جل أصدقائه المقربين في وزارة الخارجية، كلها عوامل أهلت بوريطة ليشغل منصب رئيس مصلحة الهيئات الرئيسية بالأمم المتحدة سنة 2002، وعين مستشارا دبلوماسيا ببعثة المغرب لدى المجموعة الأوروبية في الفترة الممتدة بين 2002 إلى 2003، ثم سيرتقي رئيس قسم بمنظمة الأمم المتحدة، وبعدها مديراً للأمم المتحدة والمنظمات الدولية داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ببلاده في الفترة الممتدة بين 2006 و2009، وفي زمن قياسي تولى منصب مدير عام للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الشامل، التي سيختمها سنة 2011 بتعيينه كاتباً عاماً لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وهو المنصب الذي شغله إلى أن عينه الملك محمد السادس وزيراً منتدباً لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ثم وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في حكومة سعد الدين العثماني، وبذلك سيخطو أولى خطواته على البساط الأحمر للدبلوماسية المغربية رفقة خطط وكفاءات اتضحت في إنجازاته منذ توليه المنصب. وبعد أحداث القرقارات التي أثرت على الشريان الاقتصادي والاجتماعي الذي يربط المغرب بعمقه الإفريقي، كان للتحركات الهادئة للدبلوماسية المغربية في شخص ناصر بوريطة أثر بليغ في تأمين هذا المعبر وحصد تنويه دولي بالتدخل الآمن للقوات الملكية المسلحة في 13 من نوفمبر 2020، ما ضيق الخناق على جبهة البوليزاريو وحاضنتها الجزائر. ليس هذا فحسب، بل توجهت الدبلوماسية المغربية بقيادة ناصر بوريطة بحدث بارز وتاريخي تمثل في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بمغربية الصحراء في 10 من دجنبر الماضي، وذلك بعد مسار طويل من المفاوضات الثنائية بين البلدين تعزيزاً لعلاقتهما الثنائية على جميع الأصعدة، وهو ما اعتبره محللون سياسيون بمثابة ضربة معلم في ملف الصحراء المغربية. ورافق هذا الاعتراف الأمريكي إعلان المغرب استئناف العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل من خلال تسهيل الرحلات الجوية السياحية لليهود المغاربة القادمين من إسرائيل، وهو ما تعاطى معه الدبلوماسي الشاب ناصر بوريطة بمرونة تامة، وذلك بتفاعله مع كل أسئلة الإعلاميين المغاربة والأجانب دون حرج وبكل ثقة في النفس. تعزز معها موقف المغرب في قراراته الدبلوماسية، وتفاقمت عزلة الأطروحة الانفصالية للبوليزاريو وحليفتها الجزائر. معالي الوزير، أجد أنك لم تأتي على ذكر إسرائيل في إجابتك. منعطف أساسي
انا جاي غير باش نقول لك بان انت بديتي في اقصى الموضوع. انا كنقول لك نضع الموضوع في سياقه كاملا من جهه ثانيه في اطار الحديث بين جلاله الملك وفخامه الرئيس. كان الحديث حول مساله الشرق الاوسط. جلاله الملك اكد ثوابت المغرب في هذا المجال. المغرب مع حل الدولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية. المغرب مع السلام عن طريق المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. والمغرب باعتبار جلالة الملك رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مع الحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس الشريف وللمسجد الأقصى. هذه ثوابت المملكة المغربية. بعد ذلك هناك سياق مغربي يجب التذكير به. السياق فيه أولا أن جلالة الملك كأمير للمؤمنين له روابط دينية وقانونية حتى مع اليهود والمسلمين المغاربة فوق التراب المغربي. ثانيا المغرب دولة عربية ربما الوحيدة اللي في دستورها كيشير إلى الرافد العبري كأحد روافد الهوية المغربية. المغرب فيه جالية يهودية مقيمة بمعابدها بمحاكمها بمدارسها بأعيادها وغير ذلك. المغرب له جالية يهودية في العالم. في إسرائيل وحدها هنا أكثر من 700,000 يهودي من أصل مغربي يعيشون في إسرائيل، يزورون المغرب بانتظام في احتفالات دينية أو احتفالات عائلية. فسياق المغرب لا يمكن أن يقارن بأي سياق آخر، ولا يمكن فهم موقف المغرب إلا في إطار هذا السياق. وبعد كل هذه التحركات الدبلوماسية للخارجية المغربية بقيادة بوريطة وما رافقها من مكاسب دبلوماسية دولية، لم تقف الإنجازات التي قادها بوريطة عند ملف الصحراء، إذ بالموازاة مع تحركاته الرصينة في الأقاليم الجنوبية عمل المغرب على ترسيم حدوده البحرية قبل خروج سنة 2020 في قرار وصف بالتاريخي، حين أعلن بوريطة في 16 من دجنبر المنصرم أمام البرلمان على أن المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعان تاريخيان. وفي الأزمة الأخيرة بين المغرب وجارته الشمالية بارز مجددا اسم ناصر بوريطة ببيانات نارية ولهجة صارمة لم يعهدها الإسبان من المغرب، مؤكدا في كل لحظة وحين أن المملكة المغربية لا تقبل بازدواجية الخطاب والمواقف من إسبانيا، داعيا بعض الأوساط في مدريد إلى تحيي نظرتها للمغرب، مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. وكان اسم بوريطة حاضرا أيضا في الملف شديد الحساسية بالمنطقة المغاربية، حين حقق المغرب ما عجزت عنه باقي مبادرات العالم في استئناف الحوار الليبي لفض النزاع المسلح بين الفرقاء الليبيين، إذ تمكن المغرب من إنهاء النزاع بإقناع الفرقاء بالجلوس إلى طاولة الحوار من خلال اتفاق الصخيرات في 6 من شتنبر المنصرم، ليتوج بعد سلسلة حوارات ميزها الحياد المغربي بتوافق شبه كلي بين الأشقاء الليبيين في قمة طنجة. وأكد بوريطة خلال مؤتمر صحفي نظم نهاية الأسبوع الماضي في إطار زيارة رئيس مجلس النواب الليبي صالح عقيلة إلى المغرب أن ليبيا ليست كعكة دبلوماسية تشتغل فيها لتنضاف إلى بطاقة الزيارة. ليبيا هي معاناة شعب منذ مدة وإرادة شعب لكي يخرج من الأزمة عن طريق الانتخابات، وليس صور أو حضور أو عدم حضور إلى مؤتمرات بعينها. هكذا هو بوريطة، هكذا هو ملمقص، دبلوماسي صريح وواضح لا مكان لديه للمداهنة والنفاق.